استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية سعادة السيد ألفونسو فيرديناند سفير جمهورية الفلبين الصديقة لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء أشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما وصلت إليه العلاقات البحرينية الفلبينية من تطور وازدهار على كافة الأصعدة في ظل حرص البلدين على ترسيخ أسس التعاون ليحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ونوه سموه بإسهامات الجالية الفلبينية المقيمة بمملكة البحرين خاصة في دعم مسيرة التنمية والتطور في المملكة، معربا سموه عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدا سموه اهتمام الحكومة بتهيئة الأجواء والرعاية للجالية الأجنبية تقديرا لدورها في مسيرة البناء والنهضة في مملكة البحرين. من ناحيته أعرب سفير جمهورية الفلبين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه من اهتمام بتطوير التعاون القائم بين البلدين الصديقين، مشيدا بما تشهده البحرين من نهضة وتقدم في مختلف المجالات، ومؤكدا حرص بلاده على الارتقاء بمجالات التعاون بين البلدين في شتى القطاعات.